يقول: هل ثبت عن بعض العلماء القول بكراهية النقاب؟ بعض العلماء ثبت عنه ذلك، لكن ليس المراد الذي ذهب إليه شياطين الإنس في زماننا. فمثلا الشيخ ابن عثيمين ينقل عنه شيء من ذلك، يقول: لأن النقاب فتنة، إنما يريد أن يغطى الوجه كله، هو لا يريد أن ينزع الحجاب عن الوجه كله، إنما يريد أن يغطى الوجه كله. فكان يذكر أن النقاب فيه فتنة، وخاصة مع النسوة اللواتي في بلادهم، أو في عفوا في بلاد أخر، يوسعن فتحة العين فيرى منظرها، فينكر هذا. فأخذ بعض المشاغبين من مقولته أنه يكره النقاب، إنما يكره أن تظهر العين، ليس المراد أنه يكره تغطية الوجه. ولكن أتباع الشياطين كما قال القائل: فلم يقل ربك ويل لمن سكروا، ولكن قال: ويل للمصلين، قم بنا إلى خمار يساقينا.